يسعدني ان انا اقدم حبيبي واخويا الاستاذ الدكتور محمد عبد الحكيم في الايفا سيمبوزيوم. هيتكلم على الكوميونتي اكوارد نمونيا مانجمنت فروم هوسبيتال تو هوم. اتفضل دكتور محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بحب اشكر طبعا استاذي الاستاذ الدكتور احمد الجزار على تقديمتي، وبشكر شركه ايفا فارم على دعوتي ان انا اكون موجود مع حضراتكم النهارده ونتكلم على الكاب مانجمنت فروم هوسبيتال تو هوم. وطبعا الشكر موصول للساده اساتذه جمعيه البرونكولوجي برئاسه الاستاذ الدكتور طارق صفوت. هو في الحقيقه احنا هنتكلم على الكوميونتي اكوارد نيمونيا، وهنشوف ايه اللي اتغير فيها على مستوى الجايد لاينز. اخر جايد لاينز اتعملت كانت في 2007. تخيل من 2007 ل 2019 لو حد طلع يقول لك دي كانت بنعملها غلط ودي كنا بنعملها صح، هتبقى مبسوط ولا هتبقى سعيد؟ دي صورة القصر العيني، الصرح الطبي اللي بأفخر بانتمائي ليه، فاكولتي اوف ميديسين كايرو يونيفرسيتي. صورة القصر العيني الفرنساوي او التعليم الجديد. دي الجايد لاينز اللي هي ظهرت علينا من حوالي شهر ونص او شهرين بالظبط، واللي عملتها الامريكان ثوراسيك سوسايتي في 2009. والتغيير اللي تم على مدار من 2007 ل 2019، رقم كبير جدا من الزمان. وهتفاجأ بكلام تحس يعني طب احنا كنا بنعالج غلط الفتره اللي فاتت دي، ولا كان ايه النظام؟ ولو ما كان فعلا عيان بيدعي كان بيدعي علينا بذمه وبضمير ونستاهل اللي جرالنا ولا ما نستاهلش؟ وكنا بنكلف العيان زياده عن اللزوم ولا لا؟ دي الاسئله اللي احنا عايزين نجاوب عليها. لكن قبل ما ابتدي وقبل ما تقع حضرتك مني، انا عارف ان احنا في اخر اليوم والغدا لسه والشجر قال، انا عايز حضرتك تعرف لي ايه التغيرات اللي تمت على مدار من 7 ل 7 11 سنة. أول حاجة قال لك لو أنت بتعالج عيان عنده نيمونيا، you are not in need أن أنت تعمل له سبيوتم كالتشر ولا بلاد كالتشر، except لو كان عنده سيفير نيمونيا. وهنتفق يعني إيه سيفير نيمونيا مع بعض. يبقى أنا مش محتاج ولا أعمل بلاد كالتشر ولا أعمل سبيوتم كالتشر. قبل كده في الجايد لاينز الأولانية كان بيقول لك لازم، دلوقتي بيقول لك إلا إذا. ماشي. اعمل ماكرولايد مونوثيرابي، كان كله يروح يقول لك ايه سترونج ريكومنديشن ستارت ماكرولايد، دلوقتي قال لك لا كونديشنال ريكومنديشن، يعني ممكن احط عليها وممكن ما احطش، وممكن ابدلها واحط غيرها. كويس. البروكالسيتونين كلنا كنا بنحبه قوي، ويلا وتعالى وانديكيشن وانفلاماتوري ماركر، وبعدين قال لك لا ده غالي، احنا هنستفاد بيه في الديسكونتينيويشن رازر ذان انيشيشن. يعني عايز تكتب العيان انتيبيوتيك اكتب، لكن هتوقفه امتى؟ يقول لك قيس البروكالسيتونين دلوقتي، ولا تكتبه في البدايه ولا في النهايه، مع انه كان غالي جدا. عشان كده يقول لك سترونج ريكومنديشن للاوت بيشنت في الكلينيك، ده في 2007، وبعدين كونديشنال ريكومنديشن فور اوت بيشنت كلينيك بيزد اون ريزيستنس ليفل. دلوقتي خلاص قال لك لا مش هنعمله وملوش لازمه وملوش قيمه. كويس. الكورتيكوسترويدز ما كانش حد بيتكلم عليها في 2007، ف 2019 قال لك ان سيبسيز، وافتكرها كده الاسترويد في السيبسيز، يعني لو النيمونيا رايحه منك على سيبتك شوك حط استرويد. يوز اوف هيلث كير اسوشيتد نيمونيا الاتش كاب اللي عرفونا بيها، وقال لك بتزود المورتاليتي والموربيديتي، واللي قلب بيته مستشفى والنيرسينج كير، واللي مركبين كاثيتر، واللي بيعملوا هيموداياليسيس، والدنيا مش حلوه، والريزيستنس والكومباينيشن ثيرابي. قال لك كانت في 2005 وكنا مبسوطين بيها، ريكومندد اباوندنج ذيس كاتيجورايزيشن، خلاص ما بقتش دلوقتي بقت لقيطه. الكاب اتبرت منها في 2019، والهاب والفاب اتبروا منها في 2016. طيب ستاندرد امبيريك ثيرابي فور سيفير كاب، بيبتدوا في السيفير كاب بايه؟ بالبيتا لاكتام والماكرولايت. كويس. الاثنين دول قال لك اه حلوين، بوس اكسبتد بات سترونجر ايفيدنس ان فيفر اوف بيتا لاكتام وماكرولايت. يعني ما تبتديش بيتا لاكتام وماكرولايت ولا تاخد مكانهم كينيلون، لا ابتدي بالكومباينيشن افضل بيتا لاكتام وماكرولايت في الاوت بيشنت، وبعد كده لو دخل وكان سيفير ممكن تشوف الدنيا تمشي ازاي. اعمل اكس راي للعيان بتاعي اللي عنده نيمونيا، قال لك ما تعملش. ليه؟ قال لك لان الكلينيكال امبروفمنت بتسبق الراديولوجيك امبروفمنت بحوالي اسبوعين ثلاثه، فما تجريش ورا العيان باكس راي الا اذا
كنت شاكك ان هو سي او بي دي برونكوجينيك كارسينوما اعمل له هاي ريزولوشن سي تي، لكن ما تعملهاش فور روتين فولو اب. انا كده خلصت. ناخدهم بقى كده على مهلنا ازازه. ده كلام مهم جدا. There is no pneumonia without chest x-ray. ليه بقى انا بقول هذا الكلام؟ يقول لك انا رحت كشفت عند الدكتور وها وقال لي الواد عنده التهاب رئوي وعمل اشاعه. يقول لك لا، يبقى كذاب. There is no pneumonia without chest x-ray. لقيت فيه نيمونيا، يبقى فيه دنس اوباسيتي موجوده في الاكس راي، ما عدا قله قليله اللي بيقولوا عليها نيمونيا ان ايفوليوشن، زي الراجل اللي بيجي له ستروك تعمل له سي تي يطلع فري، بس بعد 24 ساعه تبقى الفول بلوم بيكتشر ظهرت. هو هنا نفس الكلام، لكن لو سمحت مفيش تشخيص نيمونيا من غير تشيست اكس راي. امال اسمي العيان ايه؟ سميه تشيست انفيكشن، كلمه مايعه. سميه لوور ريسبيراتوري انفيكشن، كلمه مايعه. ولما انا اسمعها دي نوت لاكينج اوف راديولوجيك اكزام. خلاص كويس قوي. يبقى لازم اعمل تشيست اكس راي لاي عيان بصوره وعايز اشخصه ان هو نيمونيا، يعني هو برونكايتس انتل بروف ذا اذروايز. كويس. ايه الفرق بين البرونكايتس والنيمونيا؟ الاثنين بيدوا ذا سيم كلينيكال فاين، كوف واكسبكتوريشن، ممكن الاقي كريبيتيشن، ممكن الاقي شويه ويز، والتي في اف ممكن الاقيها عاليه. الاثنين زي بعض، الاثنين زي بعض، والبرونكايتس بيبقى معاها ويزز اكتر، ولكن الاثنين بيدوا ذا سيم كلينيكال مانيفيستاشن. طيب انا كلامي النهارده على النيمونيا صح؟ انجز بقى وخش في الموضوع. النيمونيا يا جماعه راديولوجيكالي وايز بتتقسم لثلاث اقسام، يا اما تبقى لوبر، يا اما تبقى برونكو نيمونيا، يا اما تاخد الانتر استيشيم، فيسموها انترستيشيال نيمونيا. يبقى انا ممكن النيمونيا تبريزنت بثلاث حاجات، لكن الاشهر اللوبر والبرونكو نيمونيا، عشان الانترستيشيال اللي بيعملها الفيرال او الاي تيبيكال، وهنتفق على الترم بتاع الاي تيبيكال ده. لكن لازم مبدئيا نبقى عارفين ان الصوره ممكن تيجي حاجه من ثلاثه، والانترستيشيال تمشي اكتر مع نيمونايتس رازر زان نيمونيا. كويس. هل النيمونيا مرض مهم؟ طبعا ده مرض مهم. 5.6 مليون كيس في 2011 في امريكا، سكند ليدنج كوز اوف ديث اوف هوسبيتاليزيشن في امريكا. 20% من العيانين اللي بيبقى عندهم نيمونيا بيحتاجوا يخشوا المستشفى. 6 ليدنج كوز اوف ديث، ده رقم كبير جدا. و10% بيضاي ويذ نيمونيا. كويس قوي. تمام. وقال لك هي اكتر في الرجاله اكتر من الستات، بتزيد في فصل الشتاء اكتر من الصيف، في الافريكان امريكانز اكتر من الكوكازيان، وطبعا في الاكستريمز اوف ايج اللي هم الصغيرين قوي والعواجيز قوي. عيانين كتير جدا يا جماعه مننا بيموتوا، ويقول لك ايه ده مات من هبوط حاد في الدوره الدمويه. كذبت. امال مات من ايه؟ مات من نيمونيا. طب والنيمونيا بتموت؟ بتموت. بتموت ازاي؟ عن طريق كلمه واحده بس، النيمونيا بتخلي البلاد فيزلز تخرخر. تخرخر ليه؟ عشان السيتوكاينز اللي بتطلع، فالضغط يقع، فالأورجن يحصل له هايبو بيرفيوجن، فالرينال اوتبوت اليورين يقطع، الهارت ما يجيلوش دم كويس، يبقى فيه هارت فيلير، الكيدني تخرب، اللنج تبوظ، يبقى فيه ريفراكتو هايبوكسيميا. يبقى العيان اللي حضرتك بتقول عليه هبوط حاد في الدورة الدموية، هذه تسمية خاطئة. العيان ده مات من تسمم في الدم، والسبب بتاعه كان نيمونيا أو أوستيومايلايتس أو بايولونيفرايتس أو واتيفر يعني. كويس. طب ليه إحنا ما بيجيلناش نيمونيا؟ الحمد لله فضل من عند ربنا يعني. في حاجة اسمها colonization، وفي حاجة اسمها clearance، وفي حاجة اسمها commensal. commensal يعني أنا عايش معاها، هي بتحبني وأنا بحبها، عايشة بتاكل وبتشرب، ولا تأذيني ولا أذيك. حلو. لحد ما يحصل حاجة من الاختراق للناتشرال بروتكتيف ميكانيزم اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها، اللي هي عبارة عن إيه بقى؟ الميوكوسيلاري كليرنس، والإميون سيستم، والإبيثيليال بارير، والإميونوجلوبولين إيه اللي بيحصل له سكريشن، والسيرفاكتنت، والديفنسين. الحاجات دي كلها ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا نحمي بيها نفسنا من البكتيريا اللي عايشة معانا، اللي متعايشة معانا، اللي بتاكل وبتشرب معانا. لو حصل ديسربشن في الميوكوسيلاري كليرنس او في الانتاكت ابيثيليال بارير، او ان بقى في عندي
increasing inoculation events حاجة هتخلي البكتيريا تخش أكتر زي الانتيوبيشن والبكتيريميا أو الإميون سيستم بقى العين HIV أو إميونو سابريست أو الإميونو جلوبيلين إيه بروتيز الضرب أو إنكابسوليشن الإميونو جلوبيلز وقت شغالة كويس يبقى العين الإميون ريسبونس بتاعي بقى وحش فتبتدي البكتيريا تخرج من مرحلة إنها كومنسل إلى مرحلة الكولونيزيشن وتعمل الديزيز كويس أو وتديني المنظر اللي احنا اتفقنا عليه لوبر نيمونيا او برونكو نيمونيا او انترستيشال نيمونيا. يبقى المنظر ده الاورجانيزم هيوصل لي يا اما بالانهاليشن يا اما بالاسبيريشن يا اما هيماتوجينس من اللي قاعد جوايا كويس جدا. وهنا حته كده فيها يعني نوع من الفزلكه شويه. لو لوبر تشك اكتر في الستريبت، لو باتش تشك اكتر في الايتيبيكال او الانترستيشال، والانترستيشال تشك اكتر في الليجونيلا، لو كافيتري يبقى تيوبركلوزس والبي سي بي او النيموسيسس كاريني نيمونيا، ولو جاي معاها افيوجن زي الانروبس والكليبسيل. يعني اكوردنج كل اورجانيزم كده ليه هبشه يقدر يعمل بيها في الاكس راي. يبقى اول حاجه بنتفق عليها ان الاتش كاب طارت، لا هي راحت للهاب ولا هي طلعت للكاب، وما بقاش حد يتكلم عليها دلوقتي. ماشي، جاني العيان انا عايز اشخصه. اول تشخيص هيعتمد على الكلينيكال، والكلينيكال بتاعي ببساطه ديسنيا كوف اكسبكتوريشن فيفر تشيلز، عيان بيسخن وبيترعش. ومهم قوي كلمه بيترعش دي عشان التوكسينز اللي بتروح وبتمشي في الدم. لكن لو لقيت الكلام ده بقى مهم سور ثروت او لقيت راينوريا، لو سمحت فكر في ابر ريسبيراتوري انفيكشن رازر زان نيمونيا. خلاص ماشي، يبقى في كلو هنا في الهيستوري اهي شويه. ماشي، رقم اتنين طبعا الكلينيكال اكزام خلاص مش هنتكلم عليه، والراديولوجي دينس وموجينس اوباستي والتي ال سي عاليه قوي يا واطيه قوي، والبروكال سيتونين احنا عملنا عليه تحفظ وقلنا ما بقيناش بنريكومند استخدامه كويس. ودي الكلينيكال ساينز بتاعت سته طب ورابعه طب مش هنتكلم عليها، وكانت صوره جميله قوي وموضحه الايجوفوني والنزل تون اوف فويس والتكتايل فوكال فريمس اللي بتزيد والتي في اف اللي بتزيد. طيب اوكي، يبقى انا عندي اورجانيزمز كتيره جدا، لكن يبقى ليا ان الستريبت نيموني هي رافعه لواء العدوى خارج المستشفيات، بيسموها نيمو كوكس، تمثل فوق 50% كويس. وبعد كده الهيموفلس انفلونزا والمايكوبلازما والكلاميديا والليجونيلا، وتلاقيني وقفت. وقفت ليه؟ لان الثلاثه دول بيسموهم ايه تيبيكال. هل هم اسمهم ايه تيبيكال عشان غير شائعين؟ غلط، هم ايه تيبيكال عشان بيدوني مانيفستيشن مش شائعه. العين يجي لك ببوني اكس، جسم مكسر مدغدغ بنهك سنه بسيطه، والاكس راي ما تطلعش دنس وموجينيوس وباسيفيكيشن، امال الاكس راي تطلع ايه؟ تطلع انترستيشال. فهي ايه تيبيكال بينج مش ستريبت، ايه تيبيكال بينج مايلد سيمتوم، ايه تيبيكال لان الاورجانيزم انا مش واخد عليه ان هو يطلع لي في الكوميونتي اكوايرد انفيكشن. طب ليه انت مديها هذه القيمه؟ احفظ من ورايا، لان الثلاثه دول نوت سنسيتيف تو بيتا لاكتام. يعني سيادتك لو هتدي العيان اموكسيسيلين كلافولينيك اسيد يبقى انت اجرمت في حقه، امال المفروض تدي له ايه؟ يا ماكرولايد يا كينيلون، خلص الكلام. ماكرولايد او كينيلون، ما ينفعش تدي حاجه تانية. اف يو ار سسبكتنج الاي تيبيكال اللي هم ريزيستنت لي الماكرو البيتا لاكتام كويس قوي. طيب يبقى دول الاورجانيزمات، تعال بقى نشوف الفريكوانسي بتاعتهم. بص الستريبتون بتعمل 56%، هيموفلس انفلونزا 10، كلاميديا 6، ليجونيلا 6، ستاف اوريس 5، وستاف اوريس بتبقى غالبا سنسيتيف، ميزوسيلين سنسيتيف ستاف اوريس ما بتبقاش ريزيستنت يعني. وبعد كده ممكن تبقى مايكوبلازما، وممكن تبقى جرام نيجاتيف باسيلاي، وممكن تبقى ايه شويه فيروسز. من الاخطاء الشائعه ان احنا بنعتبر كل الكاب بكتيريال، لا ممكن تكون حاجات تانية، وهنتكلم على النون ريسبوندر. يبقى ده ديستريبيوشن تاني وانسنس تاني، لكن برضو ستيل الستريبت نيموني هي تعتبر اكثرهم انتشار. طيب برضو نوع من الفزلكه الطبيه، لو العيان جوه المستشفى ولو بره المستشفى في اورجانيزمات مشهوره اكتر. لو كان اوت بيشنت الستريبت رقم واحد. طب لو كان ان بيشنت اوتسايد الاي سي يو برضو الستريبت رقم واحد. طب لو كان ان بيشنت انسايد الاي سي يو
برضو الاستريبت رقم واحد. وعلى فكرة هنا في حتة مهمة جدا، اوعى تشخص عيان جاله نيمونيا ودخل الانتنسيف كير بانه هو كوميونيتي اكوايرد نيمونيا عشان بقى في الانتنسيف كير اسميها هوسبيتال اكوايرد. لا، لازم يمر عليه اكتر من 48 ساعة، لان العيان لما بيخش بيبقى ستيل بريزيرفينج هيز كوميونيتي فلورا، تبتدي تتغير بعد 48 ساعة وديها اللقب. يبقى هي ايه تيبيكال ليه؟ عشان حاجتين، عشان الاورجانيزم ما بقاش ستريبت، ده بقى ثلاثه، مايكوبلازما وكلاميديا وليجونيلا، وعشان السيمتومز بقت مختلفه، بقت مايلد وبوني اكس، والاكس راي بقت انترستيشن، والريسبونس ما بقاش للبيتا لاكتام، بقى للماكرولايد والكينيلون لو سمحت. اوكي، يبقى انا بسمي ادي الكلاسيكال والايتيبيكال. خلاص الكلاسيكال بكل الفول بلوم بيكتشر بتاعت النيمونيا اللي احنا عارفينها، والايتيبيكال اللي جايه حنينه بشويه انترستيشال وشويه بوني اكس وشويه ديسني على خفيف. كويس قوي. يبقى كلمه ايتيبيكال doesn't necessarily imply that pneumonia is caused by atypical bacteria. لا، دي بكتيريا عارفينها وعايشين معاها وكتيره، لكن السيمتومز هي اللي جايه مختلف. هو مفيش حاجه اسمها موكينج نيمونيا دلوقتي، هو مفيش حاجه اسمها اتش كاب، وخلاص قلنا باي باي للاتش كاب، والكاب هي اللي شغاله وهي اللي سايقه وهي اللي ماشيه وهي اللي هنتكلم عليها. طيب، جالك العيان اول حاجه هتعملها له اكس راي، خلاص اتفقنا، يا انترستيشال يا برونكو نيمونيا يا اما لوبر نيمونيا. السي بي سي هتوريني الوايت بي سيز عاليه قوي وممكن تكون واطيه قوي، واللي ما تكريت يبقى واقع، والبلاد يوريا نيتروجين ممكن لو عاليه هتقول لي باد بريدكتيف فاليو، مش مشكلتي. واسحب فلو سواب لو كنت شاكك ان هي ايه، انفلونزا او فايرال ان اوريجين. والبلاد جازس هتقول لي اذا كان فيه هايبوكسيميا يبقى العيان سيفير ولا ليس سيفير، وكونسيدر الاي سي جي. والحته دي بقى كان في محاضره كامله في الاي ار اس السنه اللي فاتت بيتكلموا على ان الستريبتوكوكال نيموني بتنفيد المايوكارديوم، والعيانين اللي جالهم كوميونيتي اكوارد نيمونيا ليه بيموتوا في خلال شهر او شهرين من الكاردياك افكشن. عشان كده لازم تستارت تريتمنت اجريسيف. النيمونيا از ا فيتال ديزيز، وما تنفعش تتكلم على سعر الانتيبيوتيك كام، انت بتتكلم على عيان هيعيش ولا مش هيعيش. كويس، بروكال سيتونين عفى عليه الزمان، تعمل نيموكوكال انتيجين وليجونيلا انتيجين في اليورين لو كانت النيمونيا سيفير. كويس، والبلاد كالشر برضو لو كانت النيمونيا سيفير، او لو كان في الانسنس بتاع الميرسا الميديسيلين ريزيستنت ستاف او السودوموناس ارجينوزا عاليين، وهنقول امتى. طيب كده احنا خلصنا 3 ارباع المحاضره، لسنا الربع المهم. جالي عيان شخصت انه هو عنده نيمونيا، قبل ما تعالج لازم تأكد التشخيص، وبعد كده تاخد قرار بإيه؟ مش بالعلاج، بمكان العلاج. وبعد ما تاخد قرار بمكان العلاج تاخد قرار بإيه؟ بالعلاج. وبعد ما تاخد قرار بالعلاج تكون جاهز في آلة عدم استجابة العلاج. خلاص؟ كويس قوي. أول سؤال هتسأله لنفسك، هي النيمونيا دي سيفير ولا نون سيفير؟ والكلام ده ما تغيرش. وتاني سؤال تسأله لنفسك، هو العيان ده الانسنس ان هو يكون ميرسا او سودوموناس عالي ولا مش عالي؟ مش احنا عمالين نقول دول كانوا بيمثلوا 5% و 3% والسودوموناس لم يأتي ذكرها من اصله، امال ليه دلوقتي انت بتتكلم عليهم؟ هقول لك بقى. اول حاجة يعني ايه نيمونيا سيفير او نون سيفير، انت تحفظهم ببساطة جدا. لو عيان بتديله بوزيتيف اينوتروبس وستيل عنده سيبتك شوك يبقى سيفير. طيب لو عيان جاي لك بريسبيراتوري فيلير نيدز ميكانيكال فنتيليشن يبقى سيفير، بعد كده تاكيبنيا وتاكيكارديا وهايبوتنشن وفلويد ريسبونسيف والبلاد يوريا نيتروجين مش عارف ايه. كويس، يبقى انا كده عرفت السيفيريتي، لان دي هتفرق في العلاج. اللي بيعالج نيمونيا حنينه غير اللي بيعالج نيمونيا سيفير. واحد، اتنين، هل العيان ده خد بالك بقى الانسنس اوف ميرسا عالي؟ تقول لي هي دي هتفرق؟ ايوه هتفرق. هتفرق في ايه؟ في البريسكريبشن. بس قبل ما تعرف الاجابه لازم تقول لي العيان ده كان بياخد انتيبيوتكس قبل ما يجي لك ولا لا؟ في خلال 90 يوم فاتوا لو كان بياخد يبقى الانسنس اوف ميرسا قائم.
لو كان بياخد بارنترال يبقى الانسنس اوف ميرسا قائم، لو عملت له سواب وطلع فيها ميرسا او سودوموناس يبقى الاثنين دول موجودين. يبقى لو سمحت في سؤالين هتجاوب عليهم. السؤال الاول، هل النمونيا دي سيفير ولا لا؟ احنا اتفقنا لو سيبتك شوك نيسيسيتينج فازو بريسور، لو كان ريسبيراتوري فيلر نيسيسيتينج ميكانيكال فنتيليشن، 1 اوف 2 او 3 من الماينور كرايتيريا اللي هو التكيبنيا والتكيكارديا والهايبوتنشن والكونتيوجن والليكوبينيا والليكوسايتوز والقصه اللي انتم حضراتكم عارفينها، مش هنضيع وقت فيها، اقروها على مهلكم. طيب العيان عنده انسنس اوف ميرسا او سودوموناس، هيبقى الثلاث اسئله دول، اخر 90 يوم كان بياخد انتيبيوتيك، اخر 90 يوم كان بياخد بارنترال انتيبيوتيك، عملت له ايزوليشن وطلع في الكالتشر، يبقى ده فعلا عنده السودوموناس قائمه والميرسا قائمه، وده هيختلف في البريسكريبشن اوف انتيبيوتيك. كويس، طيب نعمل بلاد كالشر وسبوتم كالشر؟ قال لك ما تعملش الا اذا كانت سيفير. اول سلايد اتفقنا عليه، نيفر تو بيرفورم بلاد كالشر، نيفر تو بيرفورم سبوتم كالشر اكسبت اف ذا نيمونيا از سيفير ويو ار جاستيفايد تو ستارت امبيريكال. كويس، بس خد بالك لو انت جدع، لو امبيريكال يو هاف تو كفر الاي تيبيكال، ما تستارت دونت ستارت بيتا لاكتام الون، يبقى لازم يكون يا اما معاك ماكرولايت في ايدك يا اما معاك كينيلون. اعمل نيموكوكا الانتيجين، خلاص زي ما اتفقنا لو كان سيفير كاب، ويورين انتيجين لو كان سيفير كاب. اذا الانفستيجيشن كلها بتتحدد بناء على ان النيمونيا دي سيفير ولا نون سيفير. كويس قوي، لو كنت شاكك في الانفلونزا تسحب، ولو كنت شاكك والبروكال سيتونين خلاص اتفقنا ما يتعملش. جميل، شخصنا وعملنا اكسكلوجن، هناخد قرار العيان ده عالجه في البيت ولا في المستشفى؟ يفرق؟ ايوه طبعا يفرق. العيان اللي هيخش في مستشفى ده بيعمل حسابه على 10-15 ألف جنيه، والعيان اللي هيتعالج في البيت ممكن يعمل حسابه على 1000-1500 جنيه. صح؟ صح. مين اللي هيقول لك تاخد الكرايتيريا؟ ركز بقى معايا، ولو هيخش المستشفى يتعالج في اوضه عاديه ولا في الانتنسيف كير؟ كويس قوي، يبقى هنا بنتكلم على فاليديتد كلينيكال بريدكشن رولز. عندنا فيه تو سكورز، حاجه اسمها كير ب65 وكلنا عارفينه، واخر حلاوه وشيك وجميل وزي الفل. استاذ دكتور طارق صفوت، سعاده البيت، ازي حضرتك؟ منور القاعه والله يا فندم. كير ب 65 خلاص اوكي، والبي سي اي اللي هي نيمونيا سيفيريتي اندكس دي، هي على فكره يا جماعه في 2019 بيعظموا من دورها، لكن هي فيري ديفيكلت ان انت تفتكرها. بص عامله ازاي، فقال لك هي حلوه للساينتفك ريسيرش، تطلع الكالكوليتر او تطلع الايفون وتبتدي تحسب عليه الكرايتيريا وال10 وال20 وال30 وال50 وال100 وال200، فهي حلوه للساينتفك ريسيرش، لكن انت فيري سيمبل لو سمحت تعمل لي الايه الكيرب 65، السن فوق ال65 والبلاد بريشر واقع والريسبيراتوري ريت عالي والبلاد يورين نيتروجين سريعه والكونفيوجن موجود، يبقى خلاص العام بتاعي دوت. هقول كيرب واخد 0-1 يتعالج في البيت، 2 يتعالج فين؟ برضه في البيت بس يبقى في متابعه، 3 يخش اوضه عاديه، 4 أو 5 يخش الانتنسيف كير. سهل اوكي، يبقى انا هنا حددت السايت اوف كير، هياخد الرعايه بتاعته فين؟ طيب اديله بقى ايه؟ هذا هو السؤال. كل الانتيبيوتكس يا جماعه فايندينج ذا رايت تريتمنت فور ذا رايت بيشنت، ده البيرسونالايز ثيرابي، ولا كل العيانين هديهم طويل العمر يطول عمره يزهز عصره ويصروا على مين يعاديه؟ كل الانتيبيوتكس كده، مش بيقول لك طويل المضاد حي وطويل المفعول واسع المدى؟ طيب كويس، طب ما انا ادي اي حاجه وخلاص؟ قال لك لا، وان سايز داز نوت فيت اول، اكسبت لو بيلبس شراب من 37-42-43 كله بيلبس مع بعض. كويس قوي، يبقى دي مجموعه الانتيبيوتكس هتنقي منهم بيزد اون وات؟ هذا هو السؤال. قال لك لازم قبل ما تقول هتاخد مين في الانتيبيوتكس تقول لي العيان ده اللي عنده سيفير او نون سيفير عنده كوموربيد ديزيز ولا ما عندوش. والكوموربيد معناها ان الهارت او اللنج فيهم كرونيك ديزيز، او الليفر فيه سيروزس او الكحوليزم، او الكدني فيه كرونيك كدني ديزيز، او ان العيان بتاعك شايل السبلين، وشياله السبلين الايسبلينيا او السبلينكتومي على وجه الخصوص بيزود الانسنس اوف ستريبتوكوكال انفكشن. فلو سمحت لو عيان جاي لك شايل السبلين يو هاف تو سسبكت لو جالك بكاب انها ستريبتوكوك. كويس قوي، يبقى احنا هنجاوب على حسب هذا السؤال. السلايد ده بقى هنقعد عليه وخلاص، ده يعتبر اخر سلايد عشان تبقوا انتوا كده قاعدين مستريحين. انت هيجي لك العيان هتسال نفسك سؤال، العيان ده اوت بيشنت ومعهوش كوموربيديتي، ولا اوت بيشنت
ومعاه كوموربيديتي ولا في الرعاية ولا برا الرعاية لو كان في المستشفى؟ أدي واحد اتنين تلاتة أربعة، والإجابة سهلة ومش عايزين بقى لف ودوران وهم مكلكعين أمها في 2019، إحنا عايزينها تبقى بسيطة وبسهولة جدا. لو العيان أو البيشنت ونو كوموربيديتي هتدي واحد من الاتنين، يا دوكسي سايكلين يا موكسي سيلين، خلص الكلام. طب لو كان اوت بيشنت ومعاه كوموربيديتي هتدي الاموكسيسيلين كلافيولينيك اسيد او هتدي كيفالوسبورين ومعاهم الماكرولايت او الدوكسيسايكلين؟ يعني زودت واحد على الثاني خلاص، والاثنين الاولانيين دول يقوم مقامهم الفلوروكينيلون لو انت حبيت تديه. بس خد بالك، if you are going to prescribe فلوروكينيلون you have to exclude ان دي مش بريجننت ولا لاكتيتنج ولا عيان اقل من 18 سنه ولا عنده هيستوري اوف ابيليبتيك فيتس. من الاخر كويس. طب لو كان العيان في المستشفى وخارج الرعايه ممكن تدي له مونو ثيرابي فلورونيتد كونيلون او تدي له بيتا لاكتام ومعاها ماكرولايت، شكرا. طب لو كان جوه الرعايه هتدي له بيتا لاكتام وماكرولايت او بيتا لاكتام ومعاها فلوروكينيلون ريسبيراتوري؟ تقول لي حلو قوي، بس هنا بقى الحته بتاعه السسبشن بتاع الميرسا قائمه والسسبشن بتاع السودوموناس قائمه ام غير قائمه؟ تقول لي ودي هعرفها ازاي؟ ما اتفقنا من ثلاث حاجات، لو كنت عملت لها ايزوليشن في الكالتشر وطلعت من النزل سواب، او لو كان العيان بياخد انتيبيوتيك بارينترال قبل كده، او لو كان العيان بياخد انتيبيوتيك في خلال اخر 90 يوم. لو كانوا موجودين يبقى يو هاف تو ستارت معاك اديشنال كفرج للميرسا والسودوموناس. سهل سهل. الديوريشن اوف تريتمنت 5 دايز، في حد موافق ان هو يعالج نمونيا في خلال 5 ايام؟ كلنا طبعا رافضين. هو الراجل ما هو قال لك ما تديش في خلال 5 ايام الا اذا كانت نمونيا بريئه وطيبه وبنت حلال ومعهاش كومبليكيشن ومعهاش كوموربيديتيز والعيان ما كانش عنده هيستوري اوف ميرسا ريزيستنس وسودوموناس ريزيستنس. طب واحنا كل عيانينا ما بيبقوش كده، يبقى انت ما ينفعش تعالج في خلال 5 ايام. هتعالج نمونيا يبقى من 7 ل 10 ايام مينيمم. كويس. تاني حاجه، يبقى لو انت شاكك في الميرسا والسودوموناس يبقى يو ار جاستيفايد. اهم سلايد واهم جدول هو ده. يبقى زي ما اتفقنا اوت بيشنت وان بيشنت هنعالج ازاي ونمشي ازاي. الديوريشن اوف ثيرابي زي ما اتفقنا، الديوريشن اوف ميرسا والنيمونيا ازاي هسسبكت ان هي ميرسا ونيمونيا؟ اوكي. لازم تكونسيدر ان انت تست فور انفلونزا، ولو طلعت بوزيتيف هتحط معاك الانتي انفلونزا. وبعد كده لو سسبكتد اسبيريشن نيمونيا، ده ايتم جديد بقى. لو كان العيان ده اولد ايج وبيبلع وبيشرق، اديله علاج ولا ما ادلوش انتي انوروبس؟ قال لك ما تدلوش، كنا زمان بندي. هو ايه بالمناسبه ذا موست باورفول انتي بايوتيك اجينست الانوروبس؟ كليندامايسين، فلاجيل، ولا كليندامايسين ولا فلاجيل. ذا موست بوتنت انتي بايوتيك اجينست انوروبس از اوكسجين. مش هي انوروبس يعني بتشتغل فين؟ في غياب الاكسجين. يبقى لو انت عايز تبطل تخليها تشتغل تدي اكسجين. خلاص. ده الراجل بتاع نيدرمان بتاع الانفكشن بتاع الاي تي اس كان بيسال السؤال دوت. طيب يبقى مش هنغطي الانوروبس خالص لو كان العيان بيأسبريت طبعا، بس مش شرط يعني ما يجينيش برايت لور لوب نيمونيا واولد ايج وتقول لي انا مش هدي. لا هتدي. طيب اوكي، احط استرويدز ولا ما احطش؟ اس اس الاستورات تتاخد في السيبسيس. كويس. وبتعمل بريزرفيشن لمين؟ للاورجان فيلير، يعني ما بتدخلش العيان في مالتي اورجان ديسفانكشن. نيجي بقى للموضوع بتاعنا. طبعا شركه ايفا هم منزلين دواء جديد موكسي فلوكسسين او موكسي فلوكس بالنسبه لهم. بيشتغل ازاي؟ ده بينهبت تايب 2 توبو ايزوميريز، والاستاديز اللي عليها يا جماعه بتقول ان الموكسي فلوكسسين هاز جود. طبعا احنا اتفقنا على الكينيلونز والريسبونس بتاعه جود كلينيكال وبكتيرولوجيكال افيكاسي ان تريتمنت اوف ماكرولايد ريزيستنت ستريبت نيموني. يعني لو انت اديت وما استجابش يو ار كواليفايد ان انت تستارت بايه؟ بالكينيلونز. اورال موكسي فلوكسسين مونو ثيرابي از از افكتيف از and better tolerated than optimal antibiotic strategy اللي هيتاخد فيها اموكسيسيلين كلاريسروميس. يا ده يا ده، يعني يا مونو ثيرابي يا كومباينيشن ثيرابي، هو يقوم مقام الاثنين. احنا النهارده لازم نثبت ان الموكسي فلوكس بيمنع الكحه ويزود الصحه ويجلد الدم ويروق الفم. لا بس هو فعلا يعني لو احنا بنتكلم الكينيلونز وحش في النمونيا وبنبقى زعلانين قوي واخدين على خطرنا جدا،
لما تجينا واحده ست ونكتشف ان هي حامل مثلا، او نكتشف ان هي اقل من 18 سنه. موكسيفلوكساسين is effective and safe in treatment of CAP with aspiration factor. كويس. والموكسيفلوكس مونوثيرابي is more convenient انا كده وقتي خلص يعني، خلصت النص ساعة. طيب استاذن حضرتك بس في 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 خم... في 20 دقيقة في 3 دقايق. طيب. كويس اوكي. الكابري بقى استادي ديت بتقول ان الموكسيفلوكس يا جماعه 400 ملي جرام وانس ديلي، ده حلو قوي عشان بيتاخد اورال وانس ديلي، يعني الكومبلانس بتاعت العيان كويسه قوي. وفي منه البارنترال اللي جايبه معايا نتيجه كويسه قوي. هو ايه يعني انا كده ما بقاش يقلب ده؟ انتوا كده مستقصديني. طب ممكن حد يفتح لي نعم انا خلاص قربت يعني. ماشي اوكي. الانترافينوس موكسيفلوكس، وده اول كينيلون انترافينوس موكسيفلوكساسين ثيرابي افكتيف اند سيف ان ايلدرلي بيشنت وذ سكاب وبيأتشيف جود ريزلت. والادلت بيشنت اللي عندهم كوميونيتي اكوارد نيمونيا، لو انت اديتهم موكسيفلوكساسين ايكويفالنت للكومباينيشن اللي هو سيفوترايكزون والاريثرومايسين او الماكرولايد زي ما اتفقنا. يبقى هنا كونترا انديكيشن مهم قوي يا جماعه، ابقى انا عارف ما ادوش في البريجننت واللاكتيشن وما ادوش في البريست فيدنج. ولو العيان بتاعك اديته علاج وما تصلحش، يو هاف تو ثينك اباوت الترناتيف دايجنوزس. تقول لي الترناتيف دايجنوزس؟ اه رونج اورجانيزم. انت بتعالج بكتيريا وهي تي بي وهي فايرال وهي فانجل وهي بروتوزوال. كويس. او رونج دايجنوزس، انت بتعالج نيمونيك كونسوليديشن وهو الفولار بروتينيوزس بالمونري ايديما انفاركشن امبوليزم تيومر، وحيانين كتير جدا شفناهم برونكو الفولار كارسينوما ومتشخصين على ان هم نيمونيا ومش راضين يستجيبوا. والانفاركشن بالمونري انفاركشن ده بيتعالج بالانتي كواجولانت مش بالانتي بايوتيك. اوكي. او كومبليكيشن، كنت بتعالج نيمونيا وقلبت بامبايما وبقى في باص، بقت برونكيكسس، بقت كافيتري لانج ابسس، يبقى الجراحه لابد ان هي يكون ليها دور. يبقى مش كل قط. ليه بقى الحته دي؟ عشان في انتيتي قوي جدا اسمه ايه؟ نون انفكشس كونسوليديشن، ودي مهمه جدا ورساله انا بسترس عليها. مش كل عيان هتعمل له اكس راي تلاقي فيه نيمونيك كونسوليديشن يلا جدع نيمونيا هات انت بقى. لا لازم تقف وقفه. ده فيتنج مع الكلينيكال ولا لا؟ ليه؟ تقول لي لان في نون انفكشس كونسوليديشن. عد معايا بقى: دراج رياكشن، اكسترا بالمونري انفكشن، فيفر، بلاد ترانسفيوجن، اكسترا بالمونري اي ار دي اس، اتاليكسيس، بالمونري امبوليزم، هيموريدج، كل ده بيعمل نون انفكشس كونسوليديشن. فلازم تراجع نفسك، العين بتاعك ما بتصلحش، يمكن ما تكونش نيمونيا من الاصل. الفاينل كونسوليديشن لو لقيت في كافيتي يو هاف تو ثينك اباوت تيوبركلوزس او الكليبسيلا او الفانجل او البي سي بي. واحد. رقم اثنين الامبيريك كفرج مش مهم في الاسبيريشن زي ما اتفقنا مش هناخد، والاسترويدز لو كان في سيبسز والفولو اب بالاكس راي ملهاش قيمه. كويس قوي. في السيبسز يو هاف تو ري كونسنتريت يور دراج، والسلايد ده بمليون جنيه بس عشان الوقت مش هقوله. اخر حاجه عضه قلبي ولا تعضه رغيفي، شوف الدواء بتاعك بكام والعين كفاءته ايه ويقدر يجيبه ولا ما يقدرش. مش هينفع ان انت تعالج وخلاص على كده. وانت بتعالج بعد ما العين يخف يو هاف تو ادفايز الانفلونزا فاكسين والنيموكوكال فاكسين. شكرا جزيلا.